شكرا سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد النهيان، شكرا سعادة عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام عشاق الاصايل ومحبي هذه الرياضة العربية الاصيلة، حيث نصل بكم الى انطلاقة شوط جديد من اشواط هذا المساء، وشوطنا السادس الذي خصص في هذه الانطلاقة المسائية من خلال شوط الحول المهجنات الأصايل، سادس أشواط هذه الأمسية، 12 شوطا أيضا توزعت ما بين الحول والزمول المحليات والمهجنات الأصايل. وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد التحية، نجدد اللقاء من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. شوطنا السادس المخصص للحول في المهجنات الأصايل ينطلق منذ لحظات قليلة، نتمنى التوفيق لكافة هذه الشعارات المنطلقة مباشرة، نسير مع هذه الأسماء مع هذه التحديات المثيرة هنا في عاصمة الميادين في جائزة زايد الكبرى في هذه الفترة المسائية، ومقدمة هذا الشوط وصدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار. الله، اندفاع على المقدمة هنا من قدم الشايبة علي بن حمد بن خويدم العامري، من يقدم لنا الشايبة على الصدارة الأولى، من ينفرد هنا على المقدمة الأولى. انتقل إلى المركز الثاني، القادمة هناك طموح لسيب بن علي بن كليب يتقدم ويقدم لنا طموح اللي ماخذ المركز الثاني. انتقل إلى المركز الثالث، الوصول والتقدم من العسيمة، سالم بن سليم الخصوان العامري أخذت المركز الثالث. نقلتنا إلى المركز الرابع، القادمة من الشمالية جمال بن راشد بالشاوي الغفلي، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات الوصول والدخول من برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا برزمان، بينما المركز السادس في هذه اللحظات الوصول من شعار الصعب ويقدم لنا دمعة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، بينما المركز السابع في هذه اللحظات التقدم من شعار بن دري يقدم لنا رهوة منصور بن علي منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، بينما المركز الثامن الدخول في هذه اللحظات الوصول من هذه الشعارات شعار المفاجآت يقدم لنا أيضا انطلاقة الساعة مبارك بن محمد بن نصرة العامري والمركز العاشر، هذه اللي قادمة شقرة مبارك بن شعفان بن عبيد العامري. هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى بشعارات قوية بأسماء مميزة هنا قد صالت وجالت في عالم سباقات الهجن. هذا الشوط المميز الذي دائما يدخل من هذه الشعارات المميزة، ولكن البداية وين؟ صدارة هذا الشوط، مقدمة هذا الشوط والمركز الأول في هذه اللحظات مع الشايبة علي بن حمد بن خويتم العامري يقدم لنا الشايبة اللي ماخذه المقدمة على زمام الأمور على صدارة هذا الشوط المركز الثاني.
المركز الثاني. تبديل المراكز في هذه اللحظات من قدم العسيمة، سالم بن سليب الخصوان العامري يقدم لنا العسيمة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث طموح سيب بن علي بن كليب يتقدم ويقدم لنا أيضا طموح على المركز الثالث، بالزمان قادمة على المركز الرابع، ولكن الدخول من دمعة، تدخل الدمعة في هذه اللحظات، ومحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يتقدم ويقدم لنا دمعة كما قدم لنا شعاره في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية، وتابعنا هذا الشعار وليس بغريب عندما يختطف الرموز هناك من ميدان الوثبة وفي جميع ميادين دولة الإمارات. بينما القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من هزر، سهيل بن خيرات بالدوده العامري يقدم لنا هزر على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات من عسيل احمد بن خليفه بن عبيد الفلاسي، والمركز السادس في هذه اللحظات شعارك يا ابو زايد من يتدخل في هذا المسار يقدم لنا هذه النوعيات المميزه. هناك ايضا لافندر محمد بن زايد بن محمد المنصوري يتدخل في هذه اللحظات بهذا الاسم، بينما المركز الثامن القادم ويتقدم شعار ابو ناصر في هذه اللحظات، محفوظ بن خميس بن علي لينيبي، شعار ابو ناصر هنا ياتي بانطلاقه غاده هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. الله، هكذا نتيجتنا للمره الثانيه للعشر المراكز الاولى المتقدمه بهذه الشعارات بهذه الاسماء الجميله هنا في عالم سباقات الهجن، ولكن وين الصداره هنا؟ لم تتغير حتى هذه اللحظات، ولكن المقدمه والمركز الاول مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك ايضا الساعة من تتقدم على الصدارة الاولى، مبارك بن محمد بن نصر العامري يقدم لنا الساعة المقدمة على المركز الاول. المركز الثاني لافندر وصلت وتقدم شعار بوزايد الذي لديه جمهوره محبينه هنا في عالم سباقات الهجن. هنا محمد بن زايد بن محمد المنصوري، بينما المركز الثالث القادمة هزر سهيل بن خيرات بالدودة العامري، والمركز الرابع أشوف الوصول، أشوف الدخول هنا من الغزيل للغزيل، وصلكم شعار بن بيشان يتقدم هنا في هذه اللحظات مع الغزيل، بيشان بن محمد بن فهيد العجمي هنا ياتي في هذا المستوى، بينما المركز الخامس القادمة هزر هناك أيضا في هذه اللحظات سهيل بن خيرات بالدودة العامري، وهناك القدوم من عسيلة أحمد بن خليفة بن عبيد الفلاسي. هكذا النتيجة هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، طيور طائرة ما شاء الله، طيور طائرة من هذه الشعارات هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة في جائزة زايد الكبرى. نعود هنا مع البداية، نعود إلى شعار المفاجآت، نعود إلى صدارة هذا الشوط، إلى المركز الأول في هذه اللحظات. الساعة يا بن نصر، مبارك بن محمد بن نصر العامري يقدم لنا الساعة، ولكن هنا القدوم التسلل مع جسر العبور في هذه اللحظات في هذا المسار. هذه لافندر محمد بن زايد بن محمد المنصوري، والمركز الثالث القادمة هزر سهيل بن خيرات بن الدودة العامري. بن بيشان بدأ يتقدم، بن بيشان يقدم لكم الغزيل، يقدم الغزيل راعة الثيل، بينما المركز الخامس
المركز الخامس بحور علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، وصلت بحور أول ندالها بينما المركز الخامس مشاهدين متابعين الكرام عسيلة وصلت عسيلة أحمد بن خليفة بن عبيد الفلاسي، وهناك الغدوم مشاهدين متابعين الكرام أرى التسللات من المراكز الخلفية، الكل طموح الفوز، الكل طموح تسجيل نقطة ذهبية في جائزة زايد الكبرى هنا القادمة هنا والواصلة في هذه اللحظات. زعفران وأول نداء لزعفران، خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية يتقدم هنا بانطلاقة زعفران، والصعب يقدم لنا دمعة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. هكذا نتيجتنا، هكذا النداء، هكذا الشعارات المنطلقة هنا، والناموس يحتار، الناموس يحتار. عمالقة في سن الكبار، عمالقة في سن الكبار، في سن الكبار يلتقون في عاصمة الميادين بقيادة لافندر، بقيادة بوزايد، وشعار بن خيرات يتقدم على المقدمة هلولة في هذه اللحظات. بن نصر قادم، بن حمودة يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع، وأشوف القادمة، أشوف اللي وصلت، أشوف اللي حضرت زعفران، خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، أهالي الشحانية. بينما هناك القدوم مشاهدين متابعين الكرام من دمعة دمعة دمعة، محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم لنا دمعة، وهناك العسيمة السالم بن سليم بن خصوان العامري يتدخل في هذا المستوى الجميل المرغوب المحبوب هناك أيضا دائما على البداية هلولة. ولكن صدارة هذا الشوط وين؟ صدارة هذا الشوط وين؟ مقدمة هذا الشوط مع شقرة مبارك بن شعفان بن عبيد العامري، ولكن هنا هزر 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 ما بين هزر وما بين شعارك يا ابو زايد وشعار بن حمودة على المركز الثالث، وشعار الصعب على المركز الرابع هنا. الله ياهو تحدي، ياهو تحدي، ياهي إثارة ما بين هالشعارات، ما بين هالأسماء، ما بين هذه السجلات التي مسجلتنهن هذه الهجن المنطلقة في هذا الشوط. ولكن البداية وناموس هذا الشوط، ناموس هذا الشوط ما بين هالأسماء، ما بين هالأسماء، ما بين هالشعارات. هنا المقدمة والصدارة لافندر من تتقدم على المقدمة هلولة، محمد بن زايد بن محمد المنصوري. جماهيرك يا ابو زايد، محبينك يا ابو زايد ينتظرون الناموس، ينتظرون الناموس. المركز الثاني هزر سهيل بن خيرات بالدودة العامري، المركز الثالث بحور علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع زعفران خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على المركز الرابع هنا. المنحنى الأخير لعاصمة الميادين لميدان الوثبة والثمانية كيلومترات، المنصة بانت، المنصة بانت يا أبو زايد، المنصة بانت. يا هنا أبو زايد يا راعي، هنا لفندر على المقدمة هلولة على صدارة هذا الشوط. هزر قادمة مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. أما الناموس ولا فلا، بينما المركز الرابع من الجانب الأيمن هنا، والتحديات المثيرة في هذا الشوط من الساعية مبارك بن محمد بن نصر العامري. تدخل الصعب، تدخل الصعب مع دمعة 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 في هذه اللحظات، دمعة في هذا المستوى الجميل والتحدي المثير. ولكن بن نصر شعار المفاجآت هنا على المقدمة هلولة، بن نصر مع الساعة، مع الساعة المقدمة. الله ولعت ولعت هنا بن خيرات، يتقدم بوزايد حاضر في هذا المسار، بينما هناك عسيلة شعار أحمد بن خليفة بن عبيد الفلاسي. ولكن ما بين بن خيرات وشعار بن نصرة، ما بين هالأسماء، ما بين هزر والساعة، ما بين هزر والساعة. وهناك أيضا قادمة لافندر، لافندر غزر والساعة، ما بين هالشعارات. بوزايد، بوزايد ياتي بلافندر، وهناك أيضا شعار
سهيل بن خيرات بن دود العامري هزر 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 الله 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 على هذا الرقص الجميل ما بين هالاسماء ما بين هالشعارات المية متر الأخيرة بالنصرة بالنصرة من الجانب الأيمن بالنصرة من الجانب الأيمن مع الساعة 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 تهانينا والناموس يا مالك الساعة على هذا الهوز مبارك بن محمد بن نصر العامري المركز الثاني لافندر محمد بن زايد بن محمد المنصوري بينما المركز الثالث هزر سهيل بن خيرات بالدود العامري والمركز الرابع وصلت وتقدمت دمعة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي واللي احتلت المركز الخامس وصول وتقدم الزعفران خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن ناصر العامري على فوز الساعة وحضورها هنا مع الامتار الأخيرة تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لهذا الشعار الذي هنا دائما يتواجد في صلب المنافسة وتوقيتنا الزمني هنا بتوقيت الساعة هناك أيضا قاطعة 8 كيلو مترات هنا أيضا بتوقيت مقدار مشاهدينا متابعين الكرام 12 دقيقة 40 ثانية 4 أجزاء من الثانية بينما المركز الثاني وصلت لافندر محمد بن زايد بن محمد المنصوري بتوقيت زمني 12 دقيقة مع المركز الثاني وشعار بو زايد من يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات ب 12 دقيقة 40 ثانية 8 أجزاء من الثانية بينما المركز الثالث وصول وتقدم من هزر سهيل بن خيرات بالدود العامري وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 42 ثانية وجزءا واحدا من الثانية تهانينا والناموس بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير.